بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، وهذا هو الشريط الأول منه. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. كلمة المحقق: حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على من علمنا كيف نعطر ألسنتنا بذكر الله حين نصبح وحين نمسي. أما بعد، فإن حياتنا الدنيا ما هي إلا أيام وليال ودقائق وثوان تمضي متتابعة، حاملة معها بصماتنا وتحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وإذا هي في النهاية سجل لنا أو علينا وصحائف شاهدة بما قدمنا. وخير ما يساعدنا على إحسان القول والعمل أن يكون لنا منهاج من السنة نسير على هداه في أعمالنا، وأن يكون لدينا من الكلم الطيب ما يتيح لنا أن نعطر ألسنتنا بذكر الله حتى نلقى الله على خير. ومن غير الإمام السيوطي وهو المحدث والفقيه يتولى هذه المهمة في مقدرة وتمكن؟ إنه ولا شك قادر على أن يصوغ من ذلك كله منهاجا ووظائف ترسم لنا الطريق وتحدد المعالم وتوضح الرؤية وتتيح للجميع فقه السنة في بساطة ويسر. ولا شك في أن لهذا الكتاب ميزة على غيره، فقد حرص السيوطي على أن يضع بين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، وكأني به يعلمنا في كل وظيفة ما يقال وما لا يقال وما يفعل وما يترك. ومن هنا كان اهتمامي بإخراج هذا الكتاب ليرى النور ويراه الباحثون على النور، والله يهدينا إلى الصواب. مصطفى عاشور. بين يدي الإمام السيوطي. ماذا أقول فيه بعد أن ملأ طباق الأرض علما؟ لقد قالوا فيه إنه صاحب فنون وإمام في كثير منها، أحفظ للمتون وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية، وله الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور وجمع المتون والاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، ولقد أفاد من ذلك كله وانتفع به في الإفتاء والتأليف، فلا عجب أن يصبح أهلا للاجتهاد حيث كملت عنده أدواته كما اشترطها الأصوليون، فلقد كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروط القياس ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف. وإلى جانب هذا وذاك، فقد تصدى للإفتاء بجامع ابن طولون سنة 72 و800 للهجرة، وأضيف إليه تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاة الشيخونية سنة 77 و800 هجرية. فيا له من عالم موسوعي جليل من علماء الأمة السباقين إلى التأليف في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية، يمتلك ناصية الكتابة، فمن يحدثنا عن وظائف اليوم والليلة غيره؟ يقول جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فتعال إلى كتابه لنتعرف على وظائفه. مع وظائف اليوم والليلة، حسبه أنه للإمام جلال الدين السيوطي، وأنه انتخبه بنفسه من الأحاديث والآثار، وأنه قام بتلخيصه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، وأن جدد لنا فيه عمل اليوم والليلة في وظائف محددة طبقا للسنة الصحيحة
على الوجه الآتي: وظيفة الاستيقاظ من النوم، وظائف دخول الخلاء، وظائف الوضوء، وظائف الغسل، وظائف الصلاة، وظائف يوم الجمعة، وظائف عشر من ذي الحجة، وظائف يوم عرفة، وظائف تلاوة القرآن، وظائف الصوم، وظائف الأكل والشرب، وظائف اللباس والزينة، وظائف الجلوس والقيام، وظائف النوم، وظائف شتى ترد في الليل والنهار أذكار عارضة. ولا شك أن كل مسلم يسعده أن تكون أقواله وأفعاله تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظفر بالرضا والقبول. سجل هذا الكتاب جاء في سلسلة الفهارس من مطبوعات دار المغرب تحت رقم 460 ما يأتي: عمل اليوم والليلة، يراد به ما يقال من الذكر والدعاء والاستغفار من حين الاستيقاظ إلى وقت النوم. نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون وجميل العظم في عقود الجوهر. أوله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فرغ من تأليفه في رجب عام 92 و800 للهجرة، يوجد مخطوطا بالتيمورية ودار الكتب المصرية. منهج التحقيق: الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيقي مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 2392، ولم يتح لنا الاطلاع على غيره مما ضاعف من صعوبة المهمة أمام آفات النسخ التي تواجه المحققين. لكن إمامنا السيوطي جزاه الله خيرا قد أشار في مقدمة هذه المخطوطة إلى أنه قام بتلخيص كتابه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب. ومن هنا أخذت أراجع هذه الوظائف وتلك الدعوات على أصولها مسترشدا بما تضمنته كتب السنة. ومع أن السيوطي المحدث هو الذي لخص، فقد رأيت أن أشير إلى رواة الأحاديث من المحدثين، وأن ألقي الأضواء على بعض الآراء مفسرا ما يحتاج إلى تفسير من الكلمات والعبارات. ولم يفتني أن أقوم بضبط الكلمات وتقسيم الجمل والعبارات ووضع عناوين مميزة للوظائف الفرعية. وقسمت الكتاب إلى فصول تتمشى مع الوظائف التي حددها الإمام السيوطي تيسيرا على القارئ المسلم ورغبة في إفادته. ولقد أتحت لهذه المخطوطة أن ترى النور وتحتل مكانها اللائق بين الأذكار والدعوات. وسوف يلمس القارئ أنني حاولت جهدي أن يرتفع الكتاب تبويبا وعرضا وإخراجا إلى المستوى اللائق به وبإمامنا جلال الدين السيوطي. عمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطي. مقدمة المؤلف: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة، منتخب من الأحاديث والآثار، محرر معتبر، لخصته من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، والله ولي التوفيق. الفصل الأول: وظيفة الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ الإنسان من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبقية الحديث الذي رواه الإمام النووي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله، إلى آخره. والنشور: الحياة بعد الموت. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله، إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله إلى قدير وبقية الحديث إلا غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، إلى آخر الحديث. وسكت عليه الإمام النووي. بما يبدأ بعد الحمد لله والثناء عليه؟ يبدأ بالسواك، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد. وماذا بعد السواك؟ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا يقول إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء؟ إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. الفصل الثاني: وظائف دخول الخلاء. ما السنة في هذا الشأن؟ السنة أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس: والخبث بضم الخاء والخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة من إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه الإمام النووي في كتابه الأذكار عن ابن عمر، ورواه ابن السني، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. واليمنى عند خروجه ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني. الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. آداب ينبغي أن يراعيها المسلم. ولا يحمل ما فيه ذكر الله ورسوله كخاتم ودرهم، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الاستدبار عكس الاستقبال، لا يولي وجهه شطرها ولا يجعلها خلفه. ويكمل التوجيه بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، فإن القبلة بيت الله، فإذا استقبله فقد أسقط حرمته واستهان به، ولا حرج على من يقضون حاجتهم داخل المراحيض. فمن ترك ذلك كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، ولا يستقبل بيت المقدس ولا الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله، ولا الريح، ويستتر ويبعد في الصحراء بحيث لا يراه أحد. وكان أحسن ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف بفتح الهاء والدال، كل شيء عظيم مرتفع، قاله ابن فارس: مثل الجبل وكثيب الرمل والبناء، أو حايش نخل وهو ما اجتمع منه، وقيل هو البستان الذي به النخل. والحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل. وفيه شرعية الاستتار عند قضاء الحاجة.
فإن لم يجد إلا كثيرا من رمل يجمعه ثم يستدبره فليفعل ويتبوأ لبوله، أي يتخذ له مكانا يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وافى صلبا من الأرض أخذ عودا فنكت به الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يختار الموضع الدمث، يعني الذي فيه تراب، فإن لم يكن تراب نكث الموضع بعود أو نحوه ثم يبول. وكان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأمر أن يتوكأ على اليسرى وتنصب اليمنى، ونهى عن أن يبال في الماء الراكد، رواه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الطهارة، وأبو داود في كتاب الطهارة. والجحر والموارد، وموارد المياه جمع مورد، وقارعة الطريق أي أعلاه، والماء الجاري وتحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار وفي الهواء وعلى رأس جبل وفي المستحم أي مكان الاستحمام. وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما جاء في مجمع الزوائد عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وكما روى أيضا: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وكلها أحاديث ترحب من التخلي في طرق الناس وظلهم، وتؤدب المسلمين بآداب الخلاء، وترسم صورة للإسلام الذي رفع شعار لا ضار ولا ضرار، وحمل لواء النظافة بكل ما تتضمنه، وقائما وتحت المزارب وفي البالوعة. وأن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يستنجي بيمينه، وأن يتحدث وهو على الخلاء، وأن يقول: أهرقت الماء. ماذا يكون موقف من يعطس وهو يقضي حاجته؟ سئل الحسن عن الرجل يعطس وهو على الخلاء قال: يحمد الله في نفسه. وبال النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائما من جرح كان بمبأضه، وقد ذكره ابن الأثير في النهاية وضعفه الدارقطني، والمأبض باطن الركبة. وكان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. والعيدان طوال النخل الواحية عيدانة. ونهى أن ينقع بوله في طشت فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت. وجاء في منح المنة في التمسك بالشريعة والسنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، فمن بال في إناء فليرقه. وينبغي أن يكون في الإناء الذي يبول فيه نحو الثلث من الماء لئلا يشرب الإناء من البول، فيكون حكمه حكم المنتقع. وقال: إذا بال أحدكم فلينتثر، ذكره ثلاثا. وكان إذا استنجى دلك يده بالأرض. الفصل الثالث: وظائف الوضوء. ورد النهي عن التطهر بالماء المشمس. وقد جاء في الفقه الميسر: الماء المشمس هو الماء الذي أثرت فيه الشمس تأثيرا بالغا، وذلك إنما يكون في قطر حار، ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه مكروه الاستعمال، لما روي عن الشافعي عن عمر أنه يورث البرص، ورواه الدارقطني عنه بإسناد صحيح. وقيدت الكراهة بشيئين: أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص، وأن يقع التشميس في البلاد الحارة. هذا والروايات في الماء المشمس ضعيفة كلها، ولذلك قال العقيلي: لا يصح فيه حديث مسند. وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. وعلى ضوء هذا فيكون الراجح في الماء المشمس عدم الكراهة، إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها
باعتبار أن الشرع منع الإنسان من تناول كل ما فيه ضرر، والله أعلم. ويفضل طهور المرأة في الإناء النحاس، ويحسن أن يقول أول وضوئه بسم الله والحمد لله. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم منها شيء عما قال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. وكذلك قال العز بن جماعة: إن له طرقا تقويه، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة. والسواك وغسل كفيه والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما بثلاث غرف، وهي جمع غرفة، والمبالغة فيهما إلا للصائم، والاستنثار وهو عكس الاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه وطرده بما يؤذي، والأخذ باليمنى والتثليث والتخليل، وهو غسل ما بين أصابع اليدين والرجلين، ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، أما تخليل الرجلين فيبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، وتقديم اليمين وإطالة غرته. والغرة من كل شيء أوله وأكرمه، ومن الرجل وجهه، والغرة في الوضوء غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، وتحجيله وهو غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع اليد أو الرجل، والموالاة ومسح كل رأسه وأذنيه، ولا يستعين ولا ينفض يديه ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم أثناءه ولا يسرف، ويجلس مستقبل القبلة وبحيث لا يناله رشاش، ويمر يده على العضو ويبدأ بأعلى الوجه ومقدم الرأس وبالأصابع إن صب على نفسه، وإلا فبالمرفقين والكعب، ويغسل الرجل باليسار، ويجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره، ويقف الصاب وهو الذي يقوم بصب الماء عليه ليتوضأ هذا، ومد شبكات المياه إلى البيوت يسر مهمة الوضوء، وساعد كثيرا على توفير الراحة، وقضى على كثير من الأعذار، فقد أصبحت المياه نقية طاهرة، وأصبح لدى الكثيرين منها ما هو بارد وما هو ساخن، فحمدا لله وشكرا. يقف الصاب على يساره ويشرب من فضلة وضوئه ويرش بين إزاره، ويقول بعده على الفور قبل أن يتكلم مستقبل القبلة ناظرا إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثلاثا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في الأذكار للنووي ويقول في ابتداء وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، إلى قوله: عبده ورسوله. ثم قال: قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. أما بعد الوضوء فقد سبق في التعليق السابق: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وقنعني بما رزقتني. رواه النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة القدر ثلاثا. ومن السنة الفعلية في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وهذا جزء من حديث رواه أبو داود عن أنس. وعرك عارضيه بعض العراك،
والعارضان صفحة الخدين، وعركهما دلكهما، ويقال خفيف شعر العارضين. وشبك لحيته بأصابعه من تحتها، وأدخل إصبعه في فيه وفي حجري أذنه، وكان يبلغ براحتيه إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه، وكان يدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، ويدلك عقبيه وذراعيه، وكان إذا توضأ لا يدع فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، وكان يغتسل بالصاع، والصاع مكيال، صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، والمد كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز فهو ربع صاع، ويتوضأ بالمد. وتوضأ من إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضله في النهر، وكان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وتوضأ مرة فمسح وجهه بطرف ثوبه، وفي رواية فقلب جبة كانت عليه فمسح بها. وكانت أم عياش وهي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت أمة لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديثها ابن ماجه قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. قالت كانت أم عياش توضيه قائمة وهو قاعد. والسنة بعد الوضوء لمن توضأ يصلي بعد الوضوء ركعتين في أي وقت كان. متى يسن الوضوء؟ ويسن الوضوء من القيء والرعاف، وهو خروج الدم من الأنف، والحجامة والفصد والقهقهة في الصلاة، وأكل ما مست النار، ومس الأنثيين والرفغين، وهما مثنى رفغ وهو أصل الفخذ. ويقول ابن فارس كل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ بضم الراء في لغة أهل العالية والحجاز، وتفتح الراء في لغة تميم. والإبط والأبرص واليهود والغيبة والكذب، وكل كلمة خبيثة، وأذى المسلم، وكل ذنب، وقص الأظفار، ولقراءة القرآن والحديث، وتدريس العلم الشرعي والذكر، ودخول المسجد، وزيارة القبر، والوضوء قبل الوقت، والمداومة عليه كلما أحدث، وتجديد الوضوء لكل صلاة، وجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف ولا يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس. الفصل الرابع وظائف الغسل. السنة لمن جامع. السنة لمن جامع ألا يغتسل حتى يبول، ولا يغتسل بأرض فلاه، والفلاة المفازة، والجمع فلوات وهي الصحارى، ولا فوق سطح ولا يواريه. فإذا اغتسل استتر بغصن يجذبه أو حائط أو ثوب، فإن لم يجد خط خطا كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها، ولا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وهي الثلث الأول من الليل، وقيل ظلمة الليل مطلقا، ولا يدخل الماء إلا بمئزره، والمئزر الإزار وهو كل ما ستر العورة، فإذا أراد إلقاءه فبعد أن يواري الماء عورته. ماذا يقول إذا خلع ثوبه؟ قال بسم الله، وإذا دخل الحمام سأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وما أبعد الفرق بين نار الدنيا التي يستعان بها في تسخين ماء الحمام ونار الآخرة. وإذا خرج منه استغفر وشكر الله تعالى على هذه النعمة، ويعطي الأجرة قبل الدخول، ويكره دخوله عند الغروب وبين العشاءين وهما المغرب والعتمة، ويقدم اليسرى في دخوله واليمنى في خروجه، ويبدأ بغسل القدر ثم غسل الفرج وما حوله، ثم يتوضأ، ثم يتعهد معاطفه وهي العطف الإبط وعطف كل شيء جانباه، ثم يفيض على رأسه، والإفاضة صب الماء، ثم شقه
والشق الجانب والناحية، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ويقدم أعلى بدنه ويثلث ويدلك، ويصلي بعده ركعتين، وسنة لكل وطء الغسل. انتهى الوجه الأول. الفصل الخامس: وظائف الصلاة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، وأول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. فإذا سمع الأذان قال: مرحبا بالقائلين عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، ثم أنصت له ولم يتكلم، وقال مثل ما يقول المؤذن، وزاد في كل حيعلة، وهي قول المؤذن حي على الصلاة. قد نحت اللغويون من الكلمات الثلاث حي على الصلاة كلمة واحدة حيعلة، ومثلها البسملة، أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي الحوقلة. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الثانية: اللهم اجعلني من المفلحين. وزاد في الشهادتين: رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة. اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين، وأشهد عليها ملائكتك المقربين، وأنبياءك المرسلين، وعبادك الصالحين، واجعله عندك عهدا توفيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ماذا يقول عند أذان المغرب؟ ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك. وهو جمع داع والدعاء الذين يدعون الله، والإدبار عكس الإقبال، فحين يدبر النهار يقبل الليل. رواه أبو داود، ورواه الترمذي في الدعوات، وفي سنده أبو كثير مولى أم سلمة، وهو مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب، وأبو كثير لا يعرف. ماذا يقول عقب الأذان؟ وعقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر. أما المقام المحمود فقد قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المقام المحمود الشفاعة. وقال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده. اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الحق المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا. ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويدعو بما أحب. ماذا يلبس؟ يلبس ثوبين للصلاة، فإن الله أحق من تزين له. على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة والبساط والفراش الذي ينام عليه. السنة عند الخروج إلى المسجد: إذا خرج إلى المسجد قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. ومخرجي أي خروجي، والأشر هو البطر، والبطر كفران النعمة، والرياء العمل ابتغاء مدح الناس والسمعة، والسمعة الصيت والذكر. يقال فعله رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوه. خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة. قال النووي: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع ابن نفيل العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، إلى آخر الحديث. في الطريق إلى المسجد حتى يدخله يمشي مقاربا خطاه، أي غير مسرع ولا مبطئ، بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود. وبقية الحديث قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي وابن ماجه. وسهل لنا أبواب رزقك. وعندما يخرج يقول مثل ذلك إذا خرج من المسجد، ولكن يقول: افتح لي أبواب فضلك. قد علمنا القرآن حين تقرأ الصلاة أن ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله، وفضل الله عظيم. وقد رواه ابن مردويه في كتاب الأدعية، وزاد بعد ذلك: والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السنة في دخول المسجد يوم الجمعة، ويزيد في يوم الجمعة في الدخول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك. وقد مدح الله نبيه موسى عليه السلام بقوله: وكان عند الله وجيها، سورة الأحزاب الآية 69. وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. فإذا انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وينوي الاعتكاف. والاعتكاف إقامة مخصوصة على وجه مخصوص، وهو مستحب في جميع الأوقات، وفي العشر الأخير من رمضان آكد، وهو قربة إلى الله. واستحب الشافعي أن يعتكف يوما. آداب تراعى في المسجد: لا يشبك يديه ما دام في المسجد ولا في ذهابه إليه، ويجتنب البصاق فيه، فإن بدره بصق في ثوبه، وبدره أي غلبه البصاق فلم يستطع أن يمنعه. وجاء الوقت الذي أصبحت فيه لدينا مناديل مختلفة الأنواع، مما يغنينا عن البصق في الثياب الذي كان بديلا للبصق في المسجد. ولا يطرحها في المسجد، ولا ينشد في المسجد شعرا ويقال لمن أنشد: فض الله فاك ثلاثا. ولا ينشد الضالة. ومن فقد شيئا لا يقطع على المصلين صلاتهم بالإعلان عن ضالته، ويقال لمن أنشدها فيه: لا وجدتها ثلاثا، أو لا ردها الله عليك. أخرجه مسلم. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة. ولا يبيع فيه ولا يبتاع، ويقال لمن فعل ذلك: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وابن حبان. ولا يحلف فيه، ولا يتحلق لحديث الدنيا، أي لا يشكل مع غيره حلقة داخل المسجد ليست للعلم وإنما لحديث الدنيا. ولا يتخاصم، ولا ترفع فيه الأصوات، ولا يشتهر فيه سلاح، سيف أو نبل، ومثلهما كل ما يهدد الأمن الذي يستشعره كل من دخله. ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يخرج منه حصاه. وقد كانت المساجد تفرش بالحصى، ومثل الحصى البسط والسجاجيد والحصر وكل ما هو خاص بالمسجد. ولا يتخذ منه مكانا معلوما لا يصلي إلا فيه، فالأرض كلها مسجد، وإنما حللت فصلي، ولا فضل لمكان على آخر عدا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ماذا ينبغي إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة أجاب المؤذن وقال بدل لفظ الإقامة:
أقامها الله وأدامها، أخرجه أبو داود. ويدعو بما شاء، وقبيل الإقامة يسبح ويهلل، والتهليل أن يقول بعد التسبيح لا إله إلا الله، ويحمد ويكبر ويستغفر عشرا عشرا. أهل المسجد والإمامة. ولا يدافع أهل المسجد الإمامة، وتدافع أهل المسجد الإمامة أي لا يدفع بعضهم بعضا كما يتدافع القوم في الحرب. القيام إلى الصلاة. ولا يقوم المأمومون حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ماذا يقول بعد الإحرام؟ فإذا أحرم أي افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وهي التي تحرم على المصلي أن يأتي من الأفعال أو الأقوال ما ليس من الصلاة، يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والبكرة أول النهار، والأصيل نهايته، وهو قبيل المغرب. وهذا من حديث رواه مسلم وأبو عوانة، ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، وحنيفا أي مائلا عن الباطل بعيدا عنه. إن صلاتي ونسكي أي العبادة، ومحياي أي حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، رواه مسلم. ويقول الشيخ الألباني في أكثر الروايات وأنا أول المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة، قد جاء ما يدل على ذلك، فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، ولا حرج عليه في ذلك، خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أي لا أعبد غيرك، قاله الأزهري. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، ولبيك إجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. ويقول أهل اللغة ألب بالمكان أي أقام فيه، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته. والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله شر، بل أفعاله كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل، رواه النسائي بسند صحيح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. وجدك أي عظمتك، وفي القرآن جد ربنا أي عظمة ربنا، وقيل غناه، ولا إله غيرك، رواه ابن منده في التوحيد بسند صحيح، ورواه النسائي في اليوم والليلة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
رواه مسلم وأبو عوانة، كما ينبغي لكرم وجه ربنا عز وجل. ماذا يقرأ في الصلوات الخمس؟ ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة الأوابين خاصة، ويكون في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا، وابتداؤه من قاف على الأصح، وفي ثلاثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا الآية، وفي صلاة مغرب ليلة الجمعة الكافرون والإخلاص، ولا يقرأ في الصبح بدون 20 آية، ولا في العشاء بدون 10 آيات. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية في الصلاة. كيفية وضع اليدين: كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، رواه مسلم وأبو داود وهو مخرج في الإرواء، ثم يشدهما على صدره، وجاء في صحيح ابن خزيمة وروى أبو داود وكان يضعهما على الصدر، ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة. كيفية الركوع: وكان يسكت سكتة، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه إذا فرغ من قراءته عند ركوعه. وفي رواية: كان يسكت بعد القراءة هنية، يقال مكث هنيهة، أي ساعة لطيفة وتصغر على هنية، يسأل الله من فضله، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم ويحمده ثلاثا. صحيح، حديث صحيح، رواه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي، وفيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم وغيره، وهو الأقل، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، وهو الأكمل. سبحانك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والجبروت والملكوت صيغة مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، أي هو سبحانه صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. فائدة: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب والوظائف. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار: يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. ويقول الشيخ الألباني: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، إطالة هذا الركن وغيره حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهو من أذكار الركوع. قد روى البخاري ومسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، أي في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم وأبو عوانة. وقال أبو إسحاق: السبوح الذي يتنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر. وقال ابن سيدة: سبوح قدوس من صفة الله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس.
من لسان العرب. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي من رب العالمين، أي ما حملته من الاستقلال بمعنى الارتفاع، فهو تعميم بعد تخصيص. والحديث رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. كيفية الركوع والسجود. وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، رواه البخاري وأبو داود. قد رويا وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وهو مخرج في صحيح أبي داود، وكان يفرج بين أصابعه وبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. روى البيهقي بسند صحيح والبخاري كان إذا ركع بسط ظهره وسواه. وروى الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان إذا ركع فرج بين أصابعه. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وكان يفرج بين أصابعه. وإذا سجد ضم أصابعه، فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رواه مالك والبخاري وأبو داود. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود. أهل الثناء والمجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو الحظ والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وقد رواه مسلم وأبو عوانة. ماذا كان يقول في سجوده؟ فإذا سجد قال: سبحان رب الأعلى وبحمده ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود، وهو الأقل، وسبعا وهو الأكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وهذا النوع من أذكار الركوع أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. اللهم اغفر لي ذنبي كله علانيته وسره وأوله وآخره. رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف. ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، رب هذه يدي وما جنت علي نفسي. رواه أبو نصر والبزار والحاكم وصححه. يا عظيما يرجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على أي هيئة يكون السجود؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأصابعه وبأطراف أصابع رجليه القبلة. رواه البخاري وأبو داود. وروى ابن سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل القبلة بإبهامه، وأمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى بيديه عن عينه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وكان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه،
يقول الشيخ الألباني كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وصححه وافقه الذهبي. ثم قال معلقا: وما عارضه من الحديث لا يصح، وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي. وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود ودعا، الجلوس بين السجدتين، فإذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس وفي رواية أبي داود وعافني، وإسناده حسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يثوي قاعدا. وقال سمرة: كان يأمرنا إذا رفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسا. كان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولا نستوفز، يقال استوفز في قعدته أي قعد منتصبا غير مطمئن على أطراف الأقدام، رفع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، كان يرفع يديه تارة مع التكبير، رواه البخاري وأبو داود، وتارة بعد التكبير وتارة قبله، رواه البخاري والنسائي. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وإذا ركع، رواه البخاري ومسلم، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله كما رواه ابن عساكر. واختار بعض الحنفية منهم عصام ابن يوسف أبو عصمة البلخي، وهو تلميذ الإمام أبي يوسف. وإذا رفع من الركوع وإذا قام من الركعتين، رواه البخاري وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وضع الرجلين. وينهى أن يقدم الرجل في صلاته إحدى رجليه إذا نهض، الجلوس للتشهد، فإذا جلس للتشهد قال: بسم الله خير الأسماء وبالله، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالمأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الإسم، وكذلك المغرم، ويريد به الدين، بدليل تمام الحديث قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري ومسلم. وقد علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، رواه أبو داود وابن ماجه
وابن خزيمة بسند صحيح. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجه الألباني في الصحيحة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا أسأنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أي من شر ما فعلت من السيئات ومن شر ما لم أعمل من الحسنات، أي من ترك العمل بها. رواه النسائي بسند صحيح وابن أبي عاصم في كتاب السنة. مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ويدعو من به ويسأل حاجته وخصوصا في الصبح. هيئة التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحناها شيئا ولم يحركها. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن عليه وهو يصلي؟ وكان إذا استؤذن عليه وهو يصلي سبح، وكان يمسح العرق عن وجهه في الصلاة. منهيات عنها. ونهى في الصلاة عن الالتفات ورفع البصر إلى السماء وعن عقص الشعر وهو ظفره أو فتله، وكف الثوب وهو خياطته أو تغيير وضعه من حال إلى حال والاشتغال بذلك، والاختصار وهو وضع اليدين في الخاصرتين، ومسح الحصار ومسح الجبهة من أثر التراب قبل الفراغ، والنفخ. قد نهى أن ينفخ في الصلاة، رواه الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط. والنفخ في الصلاة يدري مجرى الكلام، ولذا قال علماؤنا إذا كان نفخ نفخ يسمع فهو كلام ويقطع الصلاة، لأن النفخ إنما هو أف أو تف وهو كلمة. وتفقيع الأصابع وتشبيكها، وتغطية الفم والأنف، وتغميض العين. وقال التثاؤب في الصلاة، والقرآن والعطاس والمخاط من الشيطان. رواه البخاري في كتاب الأدب، ومسلم كتاب الزهد، وأبو داود في كتاب الأدب. ونهى عن التثاؤب في الصلاة، وقال ليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يضحك منه. فيتثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع، قال مجاهد، وليمسك عن القراءة. وعطس رجل خلفه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فقال ما تنام دون العرش. ونهى أن يسلم المصلي على أحد أو يسلم عليه. علاج للوسوسة في الصلاة. وشكى إليه رجل الوسوسة في الصلاة فما يدري أسبابها، فقال إذا وجدت ذلك فارفع إصبعك السبابة اليمنى، فطعن في فخذك اليسرى وقل بسم الله فإنه تسكن الشيطان. قال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبهها، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أو تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر. من أدب الإسلام عند الحدث في الصلاة. وقال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف. التسليم وما بعده. فإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، يلتفت في كل مرة حتى يرى خده. وعلى هذا ما دام عمله، رواه 15 صحابيا بأسانيد صحاح. ويحذف السلام ولا يكتمه، ثم يمسح جبهته بيده اليمنى ويستغفر الله ثلاثا فيقول
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ويمسح بيمينه على رأسه ويقول بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والغم والحزن، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتباركت أي تعاظمت إذا كثرت صفات جلالك وكمالك. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ثوبان كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم إلى آخر الحديث. ثم يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 10 مرات والمعوذتين، ويسبح ويحمد ويكبر 10 وهو الأقل أو 33، ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه البخاري ومسلم وأحمد. أو يسبح ويحمد ويكبر ويهلل 25 أو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 ويهلل 10 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ويقول سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، روى البخاري والترمذي وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي يوقعني في الردى وهو الهلاك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة لي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين، اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يرضيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل شيء يطغيني، والطغيان تجاوز القدر والحد والإسراف في الظلم والمعاصي والكفر، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصف سيئها إلا أنت، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم لقاك. خصوصية الصبح: يختص الصبح بأن يقول بعدها وهو ثان رجليه سبحان الله وبحمده وأستغفر الله إنه كان توابا 70 مرة أو 100 مرة قبل أن يتكلم، وبأن يقرأ سورة الإخلاص 12 مرة أو 100 مرة قبل أن يتكلم، وبأن يقرأ من أول سورة الأنعام إلى يكسبون، وبأن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، رواه أحمد وابن ماجه عن أم سلمة، اللهم أصلح لديني الذي جعلته لي عصمة 3 مرات. متى يقوم من صلى الصبح من مجلسه؟ والسنة لمن صلى الصبح ألا يقوم من مجلسه بل يثبت فيه بذكر الله حتى يطلع الشمس ويصلي ركعتين، ويكره النوم بعد صلاة الصبح. نوافل الصلاة: ركعة الفجر يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، ويقول بعدهما اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3.
لا إله إلا أنت اغفر لي. فإذا كان يوم الجمعة زاد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا. ركعتا الإشراق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح، وقيد بكسر القاف أي مقدار أو رمحين، صلى ركعتين صلاة الضحى إذا مضى ربع النهار، وأقلها ركعتان ثم أربع ثم ثمان، يسلم من كل ركعتين ثم عشر ثم اثنتا عشرة ثم ما ثنيت إلى أن تستغرق الوقت كقيام الليل. وكان عبد الله بن غالب يصلي الضحى مئة ركعة. ما ورد في القراءة في صلاة الضحى؟ ورد في القراءة فيها سورة الشمس والضحى وسورة الكافرون والإخلاص وآية الكرسي وسورة الإخلاص عشرا عشرا، وسورة الكافرون والإخلاص في الأولى والمعوذتان في الثانية، ويقول بعدها اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة. صلاة الزوال. يقال زالت الشمس أي تحركت ناحية الغروب بعد أن كانت عمودية في وسط السماء، ويسمى ذلك الوقت وقت الزوال ويكون ظهرا. أربع ركعات من زوال الشمس قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم، يطول فيهن القراءة، يقرأ سورتين من الطوال. راتبة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها، والمؤكد منها ركعتان. المؤكد في الجمعة، والمؤكد في الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها من غير فصل، والمؤكد فيها ست ركعات بعدها. صلاة ما بين الظهر والعصر. كانوا يطيمون أن يحيون ما بين الظهر والعصر ويشبهون ذلك بصلاة الليل، وكان ابن عمر يصلي في هذا الوقت 12 ركعة. راتبة العصر. يقال أمر راتب أي دائم ثابت. أربع ركعات قبلها يفصل بينهن بتسليم أو ركعتان. راتبة المغرب. قبلها ركعتان خفيفتان وبعدها ركعتان. والسنة المبادرة بهما قبل أن يتكلم، ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، ويقرأ بعدها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صلاة ما بين المغرب والعشاء عشر ركعات أو عشرون ركعة. راتبة العشاء. قبلها ركعتان وبعدها ركعتان أو أربع بلا فصل، ويقرأ فيه السجدة وتبارك أو الكافرون والإخلاص. الوتر. أقله ركعة ثم ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم إحدى عشرة وهو أكثره، والأفضل في غير الثلاث الفصل، وفي الثلاث الوصل. ويقرأ في الأول يسبح، وفي الثاني الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين، أو يقرأ في الأولى الهاكم والتوبة والزلزلة، والثاني العصر والنصر والكوثر، والثالثة الكافرون وتبت والإخلاص، ويقنت في الأخيرة بعد الركوع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك أي نطلب منك أن تعيننا، ونستهديك أي نطلب منك أن تهدينا، ونستغفرك أي نطلب منك أن تغفر ذنوبنا، نثني عليك الخير كله أي نمدحك بكل خير، لا نكفرك أي لا نجحد نعمتك، نخلع أي نترك ونتبرأ، نيفجرك أي نجحد نعمتك عليه ويحيد عن طريقك، نحفد أي نسرع، ملحق لاحق بهم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما قضيت. اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي أمي محمد وعلى آله وسلم.
ويشرع القنوت في الوتر لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الحديث. ماذا يقول إذا سلم؟ ويقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثة: رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. السواك بعد الوتر. والسواك بعد الوتر سنة. صلاة التسبيح 4 ركعات بلا فصل، يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاص، ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة في كل قيام، و10 في كل ركوع واعتدال وسجود وجلوس وبين السجدتين وجلوس الاستراحة والتشهد. روى أول حديثها من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة. ماذا يقول قبل السلام؟ ويقول فيه قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك بالتوبة خوفا منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النهار. متى تصلى هذه الصلاة؟ تصلى هذه الصلاة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة. صلاة التوبة وكيف نصليها؟ ركعتان يقرأ بعدهما برواية ابن حبان والبيهقي: اللهم إني أتوب إليك من ذنب كذا وكذا، اللهم إن هذا آخر العهد به. صلاة الحاجة 2 ركعات برواية أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء: فإذا فرغ أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها لي، اللهم شفعه في. صلاة رد الضالة. فإذا فرغ قال: اللهم راد الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطاك. صلاة الاستخارة. هي 2 ركعات ويسمل من أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه. أما الواجب والمندوب فكل منهما مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه كل منهما مطلوب الترك، ولهذا لا تجد الاستخارة إلا في مباح. يقول بعدهما: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره أي اقدري به وهيئه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويسمي حاجته. وفي الحديث: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الأمر قال: اللهم خير لي واختر لي. والاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص حديث البخاري: وإذا استخار مضى بعدها بما ينشرح صدره، والله أعلم. ومن النوافل 2 ركعات عند دخول المنزل وعند الخروج منه.
وإذا نزل به ضيق أو شدة أو خصاصة أي جوع في الرزق، أو مات له ولد أو أخ أو قريب أو حزبه أي أهمه أمر. ورأيت الآثار بكل ذلك. وإذا كان الصباح أو المساء قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ما استطعت، أبوء أي أرجع لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اللهم بك أصبحت وبك أمسيت وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، والنشور هو الحياة بعد الموت. وفي المساء وإليك المصير، أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده أو الليلة. رب أعوذ بك من الكسل وشر الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. ويقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاثا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ونفسي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. والروعات أي ما يروعني ويخوفني ويصبح مصدر تهديد لي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح أو أمسى لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت ثلاثا. سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله على كل شيء قدير، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. آمنت بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اجعل أول هذا النهار أو الليلة صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ويقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك مخلصا، أتوب إليك من شر عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت ثلاثا. الحمد لله الذي لا أشرك به شيئا، وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي ذهب بالنهار وجاء بالليل، أو بالليل وجاء بالنهار، ونحن في عافية. اللهم هذا خلق قد جاء، فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها، وما عملت فيه من حسنة فتقبلها وضاعفها مضاعفة، اللهم أنت بجميع حالتي عالم. اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر، يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، سبحان الملك القدوس، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ويقول سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، وسبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، وسبحان الله ملء كل شيء. ويقول الحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. الحمد لله الذي ذهب الليل بقدرته وجاء بالنهار برحمته خلقا جديدا.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في قبور. على ذلك أحيا، وعلى ذلك أموت، وعلى ذلك أبعث إن شاء الله. اللهم اذكر محمدا أمنا بالسلام. ويقول: بسم الله ما شاء الله، لا يصرف الشر إلا الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثا. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني سبعا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا. ويقرأ: هو الذي لا إله إلا هو، إلى آخره من سورة الحشر. ويقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إلى آخرها. ويقرأ من أول غافر إلى إليه المصير، وآية الكرسي، وأربع آيات من أول البقرة، وآية الكرسي وآيتين بعدها، وثلاثا من آخرها، وآخر الإسراء والإخلاص والمعوذتين ثلاثا. ويقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة أو 1000. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير 10 أو 100. وسبحان الله 100، والحمد لله 100، ولا إله إلا الله 100، والله أكبر 100، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10. اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أسألك اللهم الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ورضة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة، أو تبطل ثوابي، أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، أي في أول النهار، من نور يبتدع به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وبر تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة مفر منه عنها، وشر تدفعه. ويقول عند طلوع الفجر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ويقول عند طلوع الشمس: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقارنا فيه عثراتنا. والعثرة الزلة، والجمع عثرات، وقال عثرته أنهبه من سقوطه وأخذ بيده. الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقارنا فيه عثراتنا ولم يعذبنا بالنار. الحمد لله الذي حللنا عافيته وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم إني أصبحت أشهدك بما شهدت به على نفسك، وأشهدت ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. اكتب شهادتي مع ملائكتك وأولي العلم، ومن لم يشهد لك بما شهدت فاكتب شهادتي مكان شهادتهم. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تزيدنا فوق رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي. وانقلب إليه عائدا بعد رحلة الحياة، أي انقلب إليها عائدا بعد رحلة الحياة، فهي مكان رجوعي وهي مرجعي. وكلمة المنقلب اسم مكان من انقلب، أي محل الانقلاب، وقد تكون مصدرا مثل انقلابي. وعند الغروب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ماذا يقول في أي وقت كان من النهار؟ يقول في أي وقت كان من النهار:
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100، ولا حول ولا قوة إلا بالله 100، ويستغفر الله 100، ويستعيذ من الشيطان 10، اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت 25، ويستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27، ويقرأ كل يوم سورة الإخلاص 50 مرة أو 100 أو 200 مرة. انتهى الوجه الأول. ويقول سبحان الله عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. الفصل السادس، وظائف يوم الجمعة. الغسل وقص الشارب وقلم الأظفار أي تقليمها وقصها وأخذ الزائد منها، ويسمى ما أخذ منها قلامة ظفر، ويضرب بها المثل في صغر الشأن. ولبس أحسن الثوب والعمامة والطيب والبخور والسواك وتسريح اللحية والتبكير وتأخير النوم والغداء إلى بعد الصلاة، ما يتبع عند دخول المسجد. وإذا دخل المسجد يصلي 8 ركعات ثم يجلس، والإنصات إذا خطب الإمام إلا في رد السلام وتشميت العاطس. وإذا نعس والإمام يخطب تحول من مجلسه إلى مجلس صاحبه، ويتحول صاحبه إلى مجلسه، ولا ينتقض وضوءه ما دام متمكنا من قعوده، وهذا التحول مندوب لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة. وقد ورد إذا نعس أحدكم وهو في المجلس فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ماذا يفعل بعد الجمعة؟ ويقرأ بعد الجمعة قبل أن يتكلم الإخلاص والمعوذتين 7، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقد ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ويقول ابن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، لقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي 100 مرة أو 1000 مرة فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي. ويصلي راتبة الجمعة التي بعدها في بيته لا في المسجد، ويمشي بعدها لزيارة أخ أو عيادة مريض أو حضور جنازة أو عقد نكاح، ويقرأ يوم الجمعة سورة الكهف. فقد روى النسائي والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويقرأها قبل أن يخرج الإمام وآل عمران وهود والدخان، ويقرأ ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران والكهف وياسين والدخان. وماذا بعد القراءة؟ يتصدق بما تيسر، ولا يحضر مجلس قومه عشية هذا النهار، ويشتغل بالذكر والدعاء إلى الغروب، ويقول 7 مرات ليلة الجمعة ويومها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك، وأنا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك، وناصيتي بيدك، أمسيت على عهدك ووعدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، أبوء بذنبي، ويقال باء بذنبه أي ثقل به، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويحرص فيه على الاستكثار من الحسنات واجتناب السيئات، فإن الحسنة والسيئة تضاعف فيه. ويكرر الدعاء راجيا أن يصادف ساعة الإجابة.
فقد ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال العراقي: صحيح. أحسن الأوقات، وأنجى الأوقات عند طلوع الشمس ومن زوالها إلى أن يسلم الإمام، ومن بعد العصر إلى الغروب وعند انتهاء وقت الإقامة لصلاة الجمعة. السنة لمن فاتته صلاة الجمعة من غير عذر. والسنة لمن فاتته صلاة الجمعة من غير عذر أن يتصدق بدينار أو درهم أو نصف دينار أو درهم ونصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع، والحنطة القمح، والصاع مكيال يكال به وهو أربعة أمداد، والمد عندهم ربعه ومقداره رطل وثلث. الليالي التي يستحب إحياؤها في السنة، ويستحب إحياء خمس ليال في السنة: ليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من رجب. من وظائف يوم الجمعة عيادة المريض، ومن وظائف يوم الجمعة عيادة المريض، وعيادته زيارته والزائر عائد، والزائرة عائدة، والجمع عود وعائدات. والسنة فيها التخفيف قدر ثوان، وهي مرة في المرض وما زاد نافلة، ولا يكون كل يوم بل غبا، أي يوما بعد يوم. قد جاء في التوجيهات: زر غبا تزدد حبا، أو ربعا. ومن آدابها أن يصافحه ويضع يده حيث يشتكي ويسأله كيف هو، وينفس له في أجله، أي يعطيه الأمل بطول الأجل، فيبشر ولا ينفر، ويرغبه في العيش. والتنفيس والتسويف واحد. ماذا يقال عند المريض؟ ويقال عنده: اللهم رب الناس أذهب الباس. والباس بغير همدة نفس الباس، لا فرق بينهما، والباس الشدة. ونحن نقول للمريض عند زيارته: لا بأس عليك، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والسقم المرض، وفي القرآن الكريم على لسان إبراهيم قال: إني سقيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. وأعيذك أن يحصنك وأحميك وأصونك وأحفظك بالله، فهو خير حافظا، وهو الصمد الذي يصمد ويرجع إليه عند الشدائد، وكفوا نظيرا ومثيلا ومشابها. اللهم أذهب عنه ما يجده وآجره فيما ابتليته. ربنا الله الذي في السماء مقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، إنك أنت رب الطيبين. وآجره، أي منحه الأجر لصبره على ابتلائك له. فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، ويقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك. زيارة القبور. ومن وظائف يوم الجمعة زيارة القبور، ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. والفرط من يتقدم القافلة ليرشدهم إلى الماء ويدلهم عليه، فهم قد تقدموا على الطريق إلى الله ونحن من ورائهم. أسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الأثر، أو نتبعكم ونأتي وراءكم. أصبتم خيرا كثيرا ووقيتم شرا طويلا، السلام عليكم أيتها الأرواح الغائبة والأبدان البالية والعظام النخرة. يقال نخر العظم بلي وتفتت، التي خرجت من الدنيا وهي بالله موفقة. اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني. ويقرأ ياسين وآية الكرسي والإخلاص 11 مرة والمعوذتين، وهي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس،
وكلتاهما يتعوذ الإنسان بها من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس. والناس ينطقون الكلمة بالواو المشددة المفتوحة، وهذا خطأ، فكل واحدة منهما معوذة تعوذ الإنسان وتحميه، وهما معوذتان بواو مشددة مكسورة. وإذا كان لدينا طفلتان عوذناهما بالسورتين نقول عنهما إنهما معوذتان أي محصنتان. الفصل السابع، وظائف عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وإن صيام كل يوم منها يعدل بصيام سنة، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال الإمام الشوكاني: والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها، الحج والصدقة والصيام والصلاة، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وإن صيام كل يوم منها يعدل بصيام سنة، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، والعمل فيهن يضاعف 700 ضعف. وعن أبي أبي بن مالك قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم، يعني الفضل. رواه البيهقي. وروي أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة. الفصل الثامن، وظائف يوم عرفة. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قال النووي في الأذكار، وهو حديث حسن ولفظه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. رواه الترمذي في الدعوات من حديث علي بن ثابت عن قيس بن الربيع. وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. اللهم إني أسألك مسألة المسلمين، أي من يسلمون أمرهم لله ويرضون بقضائه ويصبرون على بلائه، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل والابتهال التضرع. في قوله تعالى: ثم نبتهل، أي نخلص في الدعاء، من مختار الصحاح. وأدعوك دعاء الخائف الغرير، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الشيطان في الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر وشر ما يلج في النهار أي يدخل فيه، وشر ما يلج في الليل، وشر ما تهب به الرياح من شر بوائق الدهور أي مهلكاته. ويقول 1000 مرة: سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الله الذي في الأرض موطنه، جعلها للناس سكنا وموطنا، سبحان الله الذي في البحر سبيله، أي جعله سبيلا وطريقا من طرق المواصلات، سبحان الله الذي في النار سلطانه، أي جعلها قاهرة لأعدائه وأعدها لهم، سبحان الله الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في قبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه،
سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه، ويقرأ سورة الإخلاص 100 مرة، ثم يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم من حفظ لسانه وبصره وسمعه يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. الفصل 9، وظائف تلاوة القرآن. يستحب الإكثار منها، ففي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهو عن ابن مسعود رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبقيته لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال قرأه في 15، قال إني أجد قوة، قال قرأه في 7 ولا تزد على ذلك، كما جاء في البخاري ومسلم وأبي داود. قال المناوي معلقا على قوله ولا تزد على ذلك، فإن قارئه ينبغي أن يتفكر في معانيه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وتدبر ذلك لا يحصل في أقل من أسبوع وأنى به. ومن ثم رأى جمع قراءته في الأسبوع من الورد الحسن، قال في الأذكار وهذا فعل الأكثر من السلف. وقال مكحول كان أقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في 7. وقال قيس بن أبي صعصعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن؟ قال في 15، قال إني أجد أقوى من ذلك، قال قرأه في جمعة. وقال بعض العلماء يكره تأخير ختمة أكثر من 40 يوما بلا عذر، ونص عليه أوس الثقفي. كنت في وفد ثقيف فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على حزب من القرآن، فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحابه كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم. مستحبات. ويستحب الوضوء لقراءة القرآن والسواك، ويقرأ في مكان نظيف، ويجلس مستقبل القبلة بخشوع وسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويتعود في ابتداء القراءة جهرا والترتيل والتدبر والبكاء والتباكي. يقال بكى أي سال دمعه حزنا، وتباكى أي تكلف البكاء. ويحسن الصوت بالقراءة والجهر إذا لم يخفي رياء ولم يؤذي نائما أو مصليا. والقراءة في المصحف لأن النظر فيه عبادة، وألا يتكلم في أثناء القراءة مع أحد، ولا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي، وأن يستوفي كل حرف أي كل قراءة، فقد نزل القرآن على 7 أحرف أو 10، أن يستوفي كل حرف أثبته قارئ، فيقرأ كل ختمة لراو وهكذا إلى أن يستوفي 10. والقراءات كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا الاتباع، ولا يذلنا الاتباع كما يفعل بعض القراء من جمع القراءات في التلاوة في المحافل، وذلك ليكون قد أتى على ما هو قرآن والسجود عند قراءة آية للسجدة. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ ويقول فيه زيادة على ما تقدم في سجود الصلاة اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما قبلتها من داود صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قوله سبحانه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سورة الإسراء. أهناك ما يقال إذا مر بنوع معين من الآيات؟ إذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق أو تعوذ فيستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو تنزيه نزه وعظم، قال سبحانه وتعالى
أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا أو تسبيح سبح أو دعاء تضرع وطلب. ويقول في آخر البقرة والفاتحة آمين، ويزيد في آخر البقرة اللهم ربنا ولك الحمد 10، وفي آخر لا أقسم بيوم القيامة بلى، وفي آخر المرسلات آمنت بالله، وفي أول سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وفي آخر سورة والتين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وفي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد، وعند ونفسي وما سواها الآية اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي وديعة عند الله. أفضل الأوقات للقراءة، وأفضل الأوقات للقراءة بعد صلاة الصبح وبين المغرب والعشاء، ومن الأيام الجمعة والاثنين والخميس، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان. البدء والختام، ونختار لابتدائه ليلة الجمعة ونختمه ليلة الخميس، والأفضل الختم أول النهار في الصيف وأول الليل في الشتاء، ويكون في ركعتي الفجر وسنة المغرب. السنة في ختم القرآن، ويسن صوم يوم الختم وأن يحضره أهله وأصدقاؤه لأن الرحمة تنزل عنده، والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن، فيقول عند ختم كل سورة لا إله إلا الله والله أكبر تشبيها له بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر. والدعاء مع كل ختمة دعوة مستجابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم فقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء ختمة وهو هذا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والآية هي أول سورة الأنعام، ويعدلون أي يشركون كما جاء في تفسير الطبري، ويقال عدلت هذا بهذا إذا جعلته مثله قائما مقامه فهم من أجل هذا يجعلون له شبيها ومثيلا. لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، لا إله إلا الله وكذب المشركون به من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين. والعرب كانوا يعبدون الأصنام، والمجوس أمة من الناس وهي كلمة فارسية، وكانوا يعبدون النار. أما الصابئة فهم قوم كانوا يعبدون النواجم النجوم والكواكب. ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو ندا أو شبها أو مثلا فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. البكرة وأصيل تنفيذا لأمر الله وسبحوه بكرة وأصيلا في سورة الأحزاب الآية 42. ويقول الطبري وسبحوه أي صلوا له، بكرة أي غدوة وهو صلاة الصبح، وأصيلا عشيا يعني صلاة العصر. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى قوله إن يقولون إلا كذبا من سورة الكهف. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الآيتين من أول سورة سبأ. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآيتين من أول سورة فاطر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سورة النمل الآية 59. قل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأعظم مما يشركون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
من سورة لقمان الآية 25. صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرض، واختم لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا آخر دعاء ختم القرآن رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومن الأدعية المأثورة فيه: اللهم آنس وحدتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما شئت وعلمني منه ما حملت، وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار، واجعله حجة لي يا رب العالمين. ويقرأ الفاتحة 7 مرات: الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من سوء المحشر، وأعوذ بك من شر هذا الشهر 3. هلال رجب. ويزيد في رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. ويزيد في رمضان: اللهم سلمه لنا، وسلمنا له في يسر وعافية، وتقبله منا. ويقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا عن معاذ بن زهرة، ورواه ابن السني أيضا بلفظ آخر نحو هذا: وعليك توكلت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهو حديث حسن كما جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. وهو مرسل ضعيف، ولكن يشهد له الحديث الأول. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي. وهو حديث حسن رواه النووي في كتابه الأذكار عن ابن ماجه وابن السني. الفصل 10: وظائف الصوم. ماذا يقول إذا رأى الهلال؟ إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. رواه الطبراني قال في مجمع الزوائد، وفي إسناده عثمان بن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. هلال خير ورشد 3، آمنت بالذي خلقك 3، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. كما جاء في سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي خلقك وخلق كل شيء ربنا وربك، اللهم بارك لنا فيه من شهر. أيهما يوافق السنة، الفطر أم الصلاة؟ والسنة أن يفطر قبل أن يصلي المغرب ولو على شربة من ماء، وأن يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات، والتمر جاف والرطب خلاف اليابس الجاف. ويقول الفيومي: الرطب ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر، فإن لم يجد فالماء. وخاصية الصوم حفظ اللسان والبصر والسمع، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله من حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصلاة في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وسنة التراويح، وهي جمع ترويحة، وتطلق في الأصل على الاستراحة كل 4 ركعات، ثم أطلقت على كل 4 ركعات من عهد عمر، وهي 20 ركعة لغير أهل المدينة، ولأهل المدينة 36 ركعة، ويوترون ب3، ويقرأ في كل ركعة ب10 آيات. الاعتكاف. ويسمى الاعتكاف في رمضان، وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. ويتأكد في العشر الأخيرة،
وإذا صادف ليلة القدر فليكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأيام الفاضلة للصوم. والأيام الفاضلة للصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة، منه لام منفردة، وعرفة، وعاشوراء، وتاسوعاء، وأيام البيض هي الثالث عشر وتالياه، والسود وهي ثلاث آخر الشهر، والخميس والجمعة، والسبت من كل شهر حرام، وستة من شوال، ومن الأعشار الأول من ذي الحجة، ومن المحرم، ومن الشهور المحرم ورجب وشعبان. وفي الحديث من صام رمضان وستة من شوال والأربعاء والخميس والجمعة دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وقال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما وبعده يوما. وقال من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه البيهقي في الشعب وابن عبد البر. قال صاحب فقه السنة وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة كما قال السخاوي. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وقال من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد، ماذا يقول الصائم من يقاتله أو يشاتمه؟ إذا قاتله أحد أو شاتمه وهو صائم قال أعوذ بالله منك إني صائم، فإن كان في صوم فرض قاله بلسانه أو نفل فبقلبه. الفصل الحادي عشر، وظائف الأكل والشرب. ماذا نقول عند تقديم الطعام؟ إذا قرب إليه الأكل قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وتكملة الحديث الذي رواه ابن السني عن عمرو بن العاص وقنا عذاب النار بسم الله. فإذا شرع في الأكل سمى، فإن نسي قال بسم الله أوله وآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة. قال الترمذي حديث حسن ورواه أبو داود وهذا لفظه. فإن لم يتذكر حتى فرغ قرأ سورة الإخلاص، فإذا فرغ قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، رواه البخاري عن أبي أمامة. وقوله غير مكفي أي أنت تكفيني وليس هناك من يكفيك، ولا مكفور أي أشكرك على نعمك ولا أكفرك، ولا مودع لا نستغني عنك ولا تغيب عنا ولا نتركك إلى غيرك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله في السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري. الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال الترمذي حديث حسن ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث معاذ. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأحببت فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا. الحمد لله الذي أنعم علينا، نسألك برحمتك أن تجيرنا من النار. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية. ماذا يقول إذا رأى أول الفاكهة؟ إذا رأى أول الفاكهة قال اللهم بارك لنا فيما تأتينا، اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة. وإذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفي سائر الطعام يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا منه ولم يجعله ملحا أجاجا، أي شديد الملوحة بذنوبنا. آداب الطعام وسننه. ويسن غسل اليد قبل الطعام وبعده، ونزع النعلين عند الأكل.
الأكل، والأكل باليمين وبثلاث أصابع ومما يليه إلا في الفواكه، ومن أسفل الصحفة وجوانبها لا من أعلاها ولا وسطها، وأن لا يقطع اللحم ولا الخبز بالسكين، وأن يلعق القصعة ويتبع ما سقط من السفرة، وإذا وقع منه لقمة فلا يتركها بل يميط أي يزيل ما أصابها من أذى ويأكلها، ولا يأكل متكئا ولا منبطحا على وجهه ولا قائما، بل يجلس جاثيا على ركبتيه أو على قدميه أو يقيم ركبته اليمنى ويقعد على اليسرى، ولا يأكل على خوان بل سفرة، والخوان ما يؤكل عليه وتوضع فوقه أطباق الطعام وتصف، والسفرة كما يقول الفيومي طعام يصنع للمسافر، وسميت الجدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. ويقول سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه منح المنة، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه للأكل أن يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي، إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم. ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وجاء في سفر السعادة للفيروزابادي، وإذا حضر الطعام وضعوه على السفرة وبسطوها على الأرض، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان مرتفع، ولا يعيب الطعام ولا يشتمه ولا يأكله حارا، ويجتمع أهل البيت على الأكل ولا يأكل متفرقين، وإذا أتاه من لا يأمنه بأكل لا يأكل حتى يأمره أن يأكل منه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل من أجل الشاه التي أهديت له بخيبر وهي مسمومة، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسمطة، ويقال سمط الجدي نقاه من الصوف وشواه حتى لحق بالله، وكان لا يرد الحلوى ولا اللبن. منهيات: ونهى أن تقشر الرطبة، وأن ينفخ في الطعام والشراب، وأن يتنفس في الإناء، وأن يشرب قائما أو يكرع بفيه من النهر، بل يغسل يديه ويشرب بثلاثة أنفاس يسمي في كل واحدة، ويحمد الله ويمص الماء ولا يعبه، وإذا شرب وحوله جماعة ناول الأول. ويسن تغطية الآنية وغلق الأبواب بالليل، ويذكر اسم الله عند كل منهما، وإذا وقع الذباب في الطعام أو الشراب يغمسه كله ثم ينتزعه، وإذا أتى بما يخلل الأسنان تناول منه باليمين. ويسمى التخلل من الطعام ولقط ما تخلل وبلع ما لاك. قال الفيومي: وخلل الشخص أسنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها، واسم ذلك الخارج خلالة بالضم، والخلال مثل كتاب والعود يخلل به الأسنان. ولا يتخلل بقصب لأن ذلك يؤذي اللثة ويجرحها، والقصب الغاب ونحوه. الفصل الثاني عشر: وظائف اللباس والزينة. ماذا يقول إذا لبس ثوبه؟ إذا لبس ثوبه قال: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والحول أي الحيلة والاحتيال على الأمر حتى يتم إنجازه، قد أخرجه أبو داود، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. وإذا لبس الإيد قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أحمد. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. رواه الترمذي. الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أجود أن نلبس أجود ما نجد، ونتطير بأجود ما نجد، وأن نلبس البياض فإنه أطيب وأطهر، والرياش الفاخر من الثياب. وكان أحب الألوان إليه بعد الخضرة، وكان له ثوبان يلبسهما في جمعته، ثوب منهي عنه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثوب شهرة في الحسن، قال: آزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه،
والإزار كل ما فترك، والجمع آزرة وآزر، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وأسفل من ذلك في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع، وكان علي مكمم القميص حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق الطيلسان ويقول هذا ثوب لا يؤدى شكره. وكان طول طيلسانه 6 أذرع وعرضه 3 أذرع. والطيلسان كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء كما جاء في المنجد وجاء في المصباح، وهو من لباس العجم. الإرشاد إلى النظافة. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا مشعثا، أي متلبد الشعر مضبره وسخ الثياب، فقال: أما كان هذا يجي ما يسكن به رأسه ويغسل به ثيابه؟ قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخا قط، وكان يقول: إن الله يبغض الوسخ والشعث. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، وكان يطلق إزاره، ويحب لبس الحبرة وهي نوع من برود اليمن، وكان يلبس قلنسوة بيضاء وهي غطاء الرأس، وكان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، والذؤابة طرف العمامة. وأقل ما ورد في قدر الهدبة 4 أصابع، وهدبة الثوب طرته، وأكثر ما ورد ذراع، لبس النعل وخلعه. وقال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وقاس الأئمة على ذلك كم الثوب لبسا ونزعا وتشميرا، ونهى أن ينتعل الرجل قائما ويجلس ونعلاه في رجليه. لبس الخاتم. وكان يلبس خاتم من فضة وفصه منه، ويلبس في خنصره وفصه من باطن كفه، وتختم في اليمين واليسار، ونهى عنه في الوسطى وعن خاتم الذهب والحديد والشبة، وقال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. الاتكاء. وكان يتكئ على يساره على وسادة من أدم، والأدين الجلد المدبوغ، والجمع أدم بفتحتين وبضمتين مثل بريد وبرد، وكانت وسادته حشوها ليف. منهيات. ونهى عن القزع أي القذر ونتف الشيب، وقال: هو نور الإسلام وللمؤمنين بكل شيبة حسنة، ورفع درجة يوم القيامة ما لم يخضبها، يعني بسواد أو ينتفها. وكان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسوية، وأخذ أبو أيوب من لحيته شيئا فقال: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. وكان ابن عمر يقبض على لحيته ثم يأخذ ما جاوز القبضة، ويأخذ من عاربه ويسوي أطراف لحيته، وكذلك أبو هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره دهن رأسه وتسريح لحيته. ونهى أن يتمشط من أحد، فكان لا يفارق مسجده سواكه ومشطه. وقالت عائشة: 5 لم تكن تفارقه في حضر ولا سفر: المشط والمكحلة والمئة والسواك والمرود. وكان ينظر في المرآة أحيانا ويأمر به، ويقول إذا نظر فيها: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وصور صورة خلقي فأحسنها، وجعلني من المسلمين. وكان إذا انقطع شسعه تراجع، وكان يكتحل كل ليلة 3، وكان لا يرد الطيب والريحان. وكان أحب الرياحين إليه الفاغية، وهي نور الحناء، وقيل غصن الحناء، وهي أيضا نور كل ما له رائحة طيبة. ومن الفطرة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم، والبراجم مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرجل. ووقت ذلك في يوم الجمعة قبل الصلاة أو يوم الخميس، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن 40 يوما. والسنة في عانة المرأة أن نتفل الحلق، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور. والنورة حجر الكلس، ويطلق على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره،
ويستعمل لإزالة الشعر، ومعنى يتنور أي يزيل شعره بالنورة، فإذا بلغ العانة نور نفسه. وكان يقلم أظافره كل 15 يوما ويتنور كل شهر، كما في حديث ضعيف وفي تاريخ ابن عساكر. ونهى عن الجلوس على جلود السباع، وأمر بدفن الشعر والأظافر ودم الحجامة. الفصل الثالث عشر: وظائف الجلوس والقيام. كان صلى الله عليه وسلم يجلس القرفصاء وينصب ركبتيه ويحتدي بيديه أو بشملة ويشبك بيديه، والاحتباء بالثوب الاشتمال به بأن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، هذا أكثر جلوسه، وربما جلس متربعا. منهيات: ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وأن يقعد على أليته يده خلف ظهره، وأن يقعد في الشمس أو بعضه في الظل وبعضه في الشمس فإنه مقعد الشيطان، وأمر بالقعود في الظل فإنه قال: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة. ونهى الرجل إذا قام أن يمد رجله اليمنى ويضع يده عليها ويثبت اليسرى، وقال: هذه خطوة يبغضها الله تعالى. السنة في الجلوس والقيام: والسنة ألا يخلي الإنسان مجلسا جلسه عن ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عليه تبعة يوم القيامة. وإذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تب علي واغفر لي ثلاثا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالطرقات، فإن كان ذلك لا بد منه فيقام بحقها، وذلك غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية السبيل ونصر المظلوم والإعانة في الحمل وتشميت العاطس وإرشاد الأعمى. وقال: المجالس بالأمانة ما حدث به فيها لا ينقل وإن لم يستكتم. ومن التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس، وأن يجلس حيث انتهى به المجلس. ونهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، وعن الجلوس بين الرجل وابنه وبين اثنين يتحدثان إلا بإذنهما، وعن الجلوس بوسط الحلقة، وعن تخطي حلقة القوم، وعن تخطي حلقة القوم بغير إذنهم. ويسن القيام للعالم والصالح والولد والسلطان. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد وحده فتزحزح له وقال: إن للمسلم حقا إذا رآه أخوه أن يتزحزح له. وكان لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يسرج له فيه سراج، وكان يكره السراج عند الصبح. ومن أتى أهل مجلس سلم عليهم، فإذا قام ليفارقهم سلم أخرى. الفصل الرابع عشر: وظائف النوم. ما يسن؟ يسن كم الصبيان وغلق الأبواب عند غروب الشمس، ويسمى الله تعالى، وطفي المصباح وكل نار قبل النوم، وأن ينام الإنسان على طهارة فإن تعذر تيمم، ويستقبل القبلة، ووصيته مكتوبة تحت رأسه، وسواكه وطهوره، ويعقد التوبة من كل ذنب، وينوي القيام من الليل. فإذا آوى إلى فراشه نفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يستاك، ثم يضطجع على شقه الأيمن ويده اليمنى تحت خده، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، إذا مسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين،
اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدنيا واغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وأسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء، أعوذ بك من النار وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن قبضتها فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان. اللهم أسألك العافية. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بسط فخبر. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بسط فخبر، والحمد لله الذي ملك فقهر، والحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم انفعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع. ويقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، ثم يسبح ويحمد مئة، ويقرأ الفاتحة والكرسي وآخر البقرة والإسراء وآخر الكهف والسجدة وياسين والزمر والدخان والواقعة وتبارك وألهاكم والإخلاص مرة أو مئة والمعوذتين، ويختم بسورة الكافرون، وينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ويكره أن ينام في بيت وحده، أو على سطح ليس له جدار، أو على قارعة الطريق، أو بين القوم، أو عارية، أو على بطنه، فإنها يبغضها الله، والنوم بعد العصر وبعد الصبح وقبل العشاء، والحديث بعد العشاء إلا في خير. وفي الحديث: من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل له تلك الليلة صلاة. وتسمى القيلولة، فإن الشياطين لا تقيل، فإذا قلق قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، كن بي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغى علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أنم عيني واهد ليلي. فإذا كان يفزع في نومه قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ثلاثا. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء
وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإذا استوحش قال سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. فإن رأى رؤيا يحبها يحمد الله، أو يكرهها تفل عن يساره ثلاثا وتحول عن جنبه الذي كان عليه وقال اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام ثلاثا، أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي الليلة أن يضرني في ديني أو دنياي يا رحمن، ولا يحدث بها فإنها لن تضره. فإذا استيقظ وأراد النوم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن رأى كوكبا انقض قال ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صاح الديك سأل من فضل الله، أو الكلب أو الحمار تعوذ من الشيطان الرجيم. ويكره سب الديك والبراغيث. فإذا قام للصلاة من جوف الليل جلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ خواتيم آل عمران ثم تخلى. والسنة لمن خرج بالليل لحاجته أن يغلق باب بيته، فإن ذلك يمنع الشيطان. ثم استاك ثم استغفر الله ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ويقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الحي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويكبر ويحمد ويهلل ويستغفر، ويقول عند افتتاح الصلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك الجن والإنس إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول بعد صلاة الليل اللهم إني أسألك رحمة من عندك يهتدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غايتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ومنزل الشهداء والنصر على الأعداء، وأسألك رحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سما لأوليائك وعدوا لأعدائك. وإذا نعس في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ويستحب ضجعته بين صلاة الليل والسحر، فإنها تذهب عنه أثر السهر. ومن نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له قراءة من الليل. الفصل الخامس عشر. وظائف شتى ترد في الليل والنهار. السنة لمن خرج من بيته أن يسلم على أهله قبل أن يخرج، وأن يقول عند خروجه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله ما شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. ويسلم على كل من لقيه ممن عرف ومن لم يعرف.
ويتحرص أن يسلم في كل يوم على 10 من المسلمين، وأن يكون هو المبتدئ فإنه أفضل من الراد. والسنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكثير. وإذا كان معه رفيق فحالت بينهما شجرة أو حائط ثم التقيا سلم عليه. وتكره الإشارة في السلام بإصبع واحد، فإنه فعل اليهود. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فقال: السلام عليكم يا صبيان. وفي الحديث: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفرا وضحك كل منهما في وجه صاحبه غفر لهما، ونزل عليهما 100 رحمة، للبادر 90 وللمصافح 10. ويقدم السلام على المصافحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى توكأ على عصا أو عرجون، وكان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، وكان لا يلتفت في طريقه، وإذا التفت لحاجة التفت جميعا، ولا يدع أحدا من أصحابه يمشي خلفه. ونهى عن المشي في المساجد والأسواق بالقمص إلا وتحتها الأزر. والمعنى فيه أن القميص وحده يصف حجم العورة. انتهى الوجه الأول. والسنة لمن ركب الدابة أن يقول: بسم الله، الحمد لله الذي سخر لنا هذا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا، ويكبر ثلاثا ويحمد ثلاثا ويسبح ثلاثا ويهلل مرة. منهيات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب خدود الدواب ووسمها في الوجه، وأن يتخذ كراسي في الطريق والأسواق، وأن يركب ثلاثة على دابة، وإذا ركب اثنان فصاحب الدابة أحق بصدرها. ومن ساء خلقه من الدواب والرقيق والصبيان يقرأ في أذنه. ونهى عن ضرب الخادم وأن يقول: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. ولا يعجله عن صلاته، ولا يقيمه عن طعامه، ويشبعه كل الإشباع، ولا يقول المملوك: ربي وربتي، بل سيدي وسيدتي. وقال: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر لله فارفعوا أيديكم. وإذا دعا من لا يعرف قال: يا عبد الله أو يا ابن عبد الله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجدال والمماراة وملاحات الرجال. ونهى أن يقول: جعلت فداك أبي وأمي، وإنما يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأن يقول: أنعم صباحا، أو أنعم الله بك عينا، كما كان في الجاهلية، ولا بأس بأنعم الله عليك. وأن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين كما في الجاهلية، بل يقال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ونهى عن التحدث بما يجري بين الزوجين في الجماع، وعن تناجي اثنين ومعهما ثالث من أجل أنه يحزنه. والسنة لمن غضب وهو قائم أن يجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع ويسكت ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوضأ. ونهى أن يبصق عن يمينه بل عن يساره إن كان فارغا، وإلا تحت قدمه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع الصوت، بل يحب أن يراه خفيض الصوت. والسنة لمن أحب أحدا أن يعلمه. والسنة لمن كتب كتابا أن يبدأ بنفسه، وكرامة الكتاب ختمه، ولجواب الكتاب حق كرد السلام. والسنة لمن عطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويخفض صوته ويقول: الحمد لله رب العالمين على كل حال، ويقال له: يرحمك الله، ويقول هو: يغفر الله لي ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا عطس وهو وحده قال: الحمد لله يغفر الله لي ولكم، فإن الملائكة الذين معه مشمتونه. والسنة
لمن رأى من أحد ما يعجبه أن يدعو له بالبركة وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن أصابه بالعين أجبر على الاسترسال، فيؤتى بقدح من ماء فيدخل يده في القدح فيمضمض فمه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى، ثم يغسل ركبتيه ثم داخلة إزاره، ثم يصب على رأسه صبة واحدة ولا يصدع القدح حتى يفرغ، ويكفي الإناء من خلفه. والسنة تنظيف البيوت وإخراج القمامات منها، فإن الله نظيف يحب النظافة. ولا يحل لأحد أن يأخذ متاع صاحبه ولا أن يروع مسلما. ويستحب قتل العقرب والوزغ والحية بعد أن تؤذي، ويقال لها إذا ظهرت في المسكن نسألك بعهد نوح وسليمان ابن داود. وقال مالك يقول أصرح عليك بالله واليوم الآخر ولا تؤذينا. والسنة لمن ركب السفينة أن يقول بسم الله الملك بسم الله مجريها الآية وما قدر الله حق قدره، ونهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه، وأن ينظر الرجل إلى ظله في الماء. الفصل السادس عشر أذكار أمور عارضة. يقال عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، متفق عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، خرجه الترمذي والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، خرجه أبو داود. سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجه الترمذي. توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا. ويقال عند الهم والحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي، خرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. ويقال عند الوحشة وهي الهم والخلوة وأوحش المنزل أي أقفر وذهب عنه الناس، يقال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويقال عند الوسوسة في الإيمان، والوسوسة حديث النفس ووسوس له الشيطان وإليه حدثه بشر أو بما لا نفع فيه ولا خير. ويقال وسوس الرجل أصيب في عقله وتكلم بغير نظام وأصابته الوساوس فهو موسوس، أي تكلم بكلام خفي، والوسواس الشيطان. فيقال عند الوسوسة في الإيمان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويقال عند رؤية مبتلى الحمد لله الذي عافاني عما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ويكره أن يسمع المبتلى التعوذ من البلاء، وذلك رعاية لمشاعره. ويقال في المرض لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم إن كنت أمرضتني لتقبل روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى، وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم الحسنى. اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي وأسكني جنة عدن. وجنة عدن أي دار إقامة، ويقال عدن بالمكان أي أقام فيه. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بلائك
وخروجا من الدنيا إلى رحمتك، ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث، والنفث من الفم التفلو، والنفث ما يلقيه الإنسان من فمه، وأوله بزق ثم النفث ثم النفخ. يقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث على يديه، ثم يمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. ويقال على موضع الألم: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وعزته وقوته من شر ما ألد وأحاذر 7. ويقال في النزع وهو ترك الحياة وحالة المريض عند خروج الروح: الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. ويقرأ سورة الإخلاص وياسين. ويقال عند تعسر المعيشة: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ويقال إذا صعب عليه أمر: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وإذا غلبه أمر قال: قدر الله وما شاء فعل، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا غلبه الدين قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن سواك، اللهم فارج الهم كاشف الكرب مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة، ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، اللهم اقض عني الدين. ويقال عند دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أسألك أن أصيب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة. ويقال إذا رأى حريقا أو هبت أو هاجت ريح مظلمة يكبر، فإن التكبير يطفئ الحريق ويحل العجاج الأسود، والعجاج أي دخان. وعند هيجان الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر ما فيها، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بعذابك. وإذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء. الفصل 17: دعوات مطلقة مأثورة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، وردني بما قسمت لي. اللهم اجعلني أخشاك كأنني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك. اللهم اجعلني صبورا، اللهم اجعلني شكورا، اللهم اجعلني في عيني صغيرا، اللهم اجعلني في أعين الناس كبيرا، اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. اللهم طهر قلبي من النفاق،
وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الفصل الثامن عشر: استعاذات مطلقة مأثورة. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما قد علمت ومن شر ما أعلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم إني أعوذ بك من موت الهرم، وأعوذ بك من موت الغم. اللهم إني أعوذ بك من الشقاوة والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم وباسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن سيئات ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، ونومي وقراري، وضعني وأسفاري. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني من خزيك ومن شر عقابك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعدني بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، والعيلة هي الفقر. وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والرياء، وأعوذ بك من الصنم والبكم والجنون والجذام. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والعيلة، ومن أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع، ومن طمع إلى غير مطمع، ومن طمع حيث لا مطمع. الفصل التاسع عشر: ذكر أسماء الله الحسنى. ونختم الكتاب بذكر أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المغيث، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجير، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين،
الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. تعليق بيد كاتبها. وقد علقت بيد كاتبها محمد المنير بلدا وجدا الشافعي مذهبا القرادي لقبا الأزهري مجلسا الأحمدي طريقة حقق الله رجاه وبلغه ما يؤمله ويرتجيه من مولاه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وكان الفراغ من تسميتها يوم الثلاثاء 20 من شهر جماد الآخرة سنة 99 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. انتهى كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي دراسة وتحقيق مصطفى عاشور الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق وتعليق مصطفى عاشور الناشر مكتبة الساعي بالرياض يقرأه عليكم محمد السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى الذين وقفوا من سلمان رشدي موقف المدافع عن شيطانياته وراحوا يكون كتاباته إليهم أهدي هذه الرسالة وهي للإمام جلال الدين السيوطي ففيها إلقام الحجر لكل من زكى ساب أبي بكر وعمر وإلى كل مسلم يغار على حرمات دينه ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار إليهم أهدي هذه الرسالة ففيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين وتكريم لصحابة رسول رب العالمين. تقديم ما أشبه الليلة بالبارحة ولكن الحقيقة التي لا يتناطح فيها عنزان ولا يختلف عليها اثنان أن القافلة ما زالت تسير وإن على نباح الكلاب. ألم يواجه الإسلام في كل عصر تحديات سافرة وتيارات فكرية ملحدة وحملات هدامة واتهامات باطلة وحروبا شرسة ضارية هدفه الميل منه وبث البلبلة في نفوس معتنقيه وبخاصة الشباب؟ وهذا الغزو الثقافي الذي نواجهه كان ولا يزال إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها بعد التشكيك في معتقداتها وإبراز من هم في موضع القدوة منها وقد أحاطت بهم سحب الشك وغيوم الريبة. ولكني أطمئنك إلى أن دينا يظل 15 قرنا هدفا لتلك الحملات ثم يخرج منها كالذهب الإبريز لامعا براقا متجددا لهو أجدر بالاعتناق وأحق بالبقاء. وما مثل أعدائه معه إلا كما قال شاعرنا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. وعلى مر العصور يهب للدفاع عن الدين وحامل رايته علماء أبرار وكتاب أطهار. فهذه رسالة ألفها الإمام السيوطي ليلقن بها من زكى ساب أبي بكر وعمر حجرا
وفيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين، وكأنما أراد الله أن يقع الاختيار على إصدار هذه الرسالة في أيامنا هذه التي رج فيها عالمنا الإسلامي بمفتريات سلمان رشدي على النبي المصطفى وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار. وأعتقد أنه اختيار صادف قبولا، حيث ظهر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ليرد على الباطل بسلاح العصر، وما أشد حاجة المكتبات الإسلامية إلى هذا اللون من ألوان الدفاع الشرعي عن الإسلام بالحجة والمنطق. وأسأل الله أن يجعله جليل النفع عظيم الفائدة خالصا لوجهه الكريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مصطفى عاشور. دراسة التحقيق، المؤلف والكتاب. أولا، المؤلف العالم الموسوعة، مولده ونشأته ووفاته، حياته العلمية ومؤلفاته، السيوطي وعصره. ثانيا، الكتاب، نسبة الكتاب إلى السيوطي، سبب تأليفه، وصف المخطوطة، مضمون هذه الرسالة، منهج التحقيق. أولا، المؤلف ورحلة حياته. العالم الموسوعة، يقف العلماء والباحثون أمام هذا العالم الموسوعي وقد تملكتهم الدهشة وسيطر عليهم الإعجاب. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي رجل كثير التصانيف متنوع الموضوعات، كاد أن يؤلف في كل علم كتابا وأن يخرج في كل فن تصنيفا، فقد كتب في التفسير وجمع في الحديث ودون التواريخ وصنف في اللغة والنحو والصرف والمعاني، وألف في العقائد والأصول، ثم شرح الأمهات والبطون، وأدلى بدلوه في الأدب فنظم ديوانا وأنشأ مقامات، وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي. مولده ونشأته ووفاته، جاء السيوطي إلى الدنيا عام 849 للهجرة بعيد المغرب من ليلة الأحد في مستهل رجب، وكان مسقط رأسه ببلدة أسيوط مسكن أجداده ومأوى أسلافه، وتوفي رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة 19 جماد الأولى سنة 1190. حياته العلمية ومؤلفاته، يحدثنا السيوطي عن شغفه بالعلم وولعه بالبحث والاطلاع في رسالة أسماها بتعريف الفئة بأجوبة الأسئلة 100، فيقول: وبعد فإني رجل حبب إلي العلم والنظر فيه دقيقه وجليله، والغوص على دقائقه، والتطلع إلى إدراك حقائقه، والفحص عن أصوله، وجبلت على ذلك، فليس في منبة شعرة إلا وهي ممحونة بذلك، وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أن يتتلمذ على أساتذة كبار جلهم كان رأسا في علمه وقمة في فنه، وقد أوتي همة عظيمة وجلدا ومثابرة على العلم والتحصيل، حتى كان يحضر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء. يحكي لنا تلميذه الداودي بعض ما رآه منه في ذلك، فيقول: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. ولقد أهله ذلك أن يكون طالبا محصلا، فعالما نحريرا، ثم مؤلفا موسوعيا ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعا. شيوخه، تتلمذ السيوطي على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده، حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ وفقهاء فحول وعلماء عربية حذاق، منهم محي الدين الكافيجي وشمس الدين المرزباني وتقي الدين الشبلي الحنفي وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي. ولم يزل السيوطي البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ويثني عليهم الخير كله، بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجمه الكبير حاطب ليل وجارف سيل.
انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.